بعض الناس ربما عندهم انطباعات سلبيه عن عمرو حوزاوي حمزاوي من كثره ما قيل حوله، صحيح، او اول فيما قاله، او نقل عنه ما لم يقله، وبالتالي البعض قال كده فعلا. اول ما اعلنا في هذا البرنامج عن يعني قبولك لدعوه الحوار الوطني وتحمسك، وفورا حجزت وفورا صحيح رجعت مع اولادك، قالوا ايه عمرو حمزاوي جايبينه ليه؟ هو ده مش معانا. الكلام ده احنا ردينا عليه، بس انت ردك ايه؟ شوف، اولا الرد الاول هو التعبير عن السعاده غير العاديه برجوعي لمصر. مصر وحشتني، انتوا وحشتوني، زي ما انت قلت كل شبر في مصر، هنا في بلدنا في الصعيد، في كل الاماكن. طب الصعيد ده انت عارف، من عارف بس هم ما يعرفوش، من ملاوي، هم ما يعرفوش الجمهور ما قريه يعرفش. المحرس مركز ملاوي للجمهور، كل شبر في البلد وحشني، ناسها وحشوني، وسعادتي سعادة حقيقية، وما هيش سعادة واحد مضطرب، إنما سعادة إنسان وحشته بلده وفرحان إن هو يرجع لها. الرد التاني هو رد حقيقي جدا، وإنت عارفه، بمجرد ما تواصلنا والدعوة الكريمة، الدعوة من مؤسسة الرئاسة إلى الحوار الوطني، ثم تواصلك معايا يا ضياء، أنا محتاج أقول لك يا حضرة النقيب لا لا خالص، وحضرة المناسق العام، بس إحنا نرفع احنا التكييف زي ما اصحاب بنعمل دايما، إحنا أصحاب. طبعا. مجرد التواصل قلت لك لا، أنا يعني لو أقدر أقدم أي حاجة لبلدي أنا هرجع فورا، ويسعدني ويشرفني ويخليني أسعد واحد في الدنيا. وده كان فعلا التصرف اللي أنا عملته، قلت أنا سعيد بالمشاركة وتشرفني مشاركة في الحوار الوطني في الجزء السياسي، لو ده إسهامي اللي هيكون فيه في جزء مرتبط بعلاقات إقليمية ودولية. الرد الثالث هو اللي كتبته في مقال ما أحلى الرجوع إليها، وكان نعم، المقصود به ما أحلى الرجوع إلى ده مصر، اتنشر قبل أسبوع من مجيئك بالظبط، وإلى في الكتابة الشروق. في الشروق، إلى التواصل مع القراء في مصر. وقلت ان انا مانيش راجع عشان انظر على حد، انا هقول لك يعني ببساطه، ولا ان انا اقول ان انا امتلك الاجابات بمفردي، لا، انا بعيد بقالي فتره وراجع عشان اسمع منك واسمع من كل الجهات الموجوده في مصر داخل الجماعه الوطنيه المصريه، عشان نشوف ازاي ممكن يوظف الحوار الوطني او اليه الحوار الوطني لهندسه لحظه من الانفتاح السياسي، ولحظه من التعدد في الاراء مطلوبه في مصر، وجزء من تحول مصر لدولة قوية، للجمهورية الجديدة اللي احنا عايزينها تنموية، وعايزينها عادلة، وعايزينها تقبل الرأي والرأي الآخر وتتسع للجميع. الحوار الوطني أداة رئيسية لإدارة هذا التحول، واللي هندسة انفتاح سياسي في هذا السياق. فالردود هي لا، أرجوكم ما تسمعوش اللي اتقال، ما يعني قولت هو غير صحيح. صحيح. أنا مصري، اختلفت في بعض التوجهات السياسية، وده حقك على فكرة، بالظبط، ولكن شرعية دستور 2014 هي الشرعية اللي وفقا لها بتتعامل الجماعة الوطنية مع القضايا المطروحة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وانا راغب في ان يكون اسهامي المتواضع في المجال اللي انا بفهم فيه ومجال اللي انا اعرفه عشان اقدر اقدم حاجة للبلد، مش راجع طالب حاجة. انت قلت جملة في مقالك ده الحقيقة يعني انا رأيي ذات دلالة عميقة جدا. انت بتقول حين خاطبتني الشروق للعودة اليها، المقال كان من بين خواطري الأولى هو أنني اكتشفت خلال السنوات الماضية فضيلة الصمت، وفتحت قوس ده الأهم بقى، فالغربة هي دار صمت أبدي مهما تعالت الأصوات من حول المرء. صحيح صحيح، بمعنى ده إحساس نفسي ولا تحليل سياسي أنه لا جدوى من هذا الحال اللي هو أصوات وفقط في الغربة؟ هو الاثنين، هو تعبير عن، اتمنى ان هو يكون تعبير صادق عن، انا شعرت بعمق الحقيقه، تعبير صادق عن حبك لبلدك وانت بعيد عنها. انت بتكتشف معاني للحب وارتباطك بالبلد وارتباطك بالمكان وبالناس وارتباطك بـ 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 بمستقبله وارتباطك بانك نفسك تشوفه احسن بلد في الدنيا واكتر بلد متقدم في الدنيا واكبر بلد في الدنيا. كل المعاني ديت عمرها يا ضياء ما بتختفي ولا بتغيب عنك مهما كان في دوشة حواليك في الغربة، دوشة مهنية، دوشة شخصية، دوشة إنسانية. فما فيش يوم عدى غير وأنا بحلم بالرجوع لمصر، ما فيش يوم عدى غير وأنا بحلم أن يكون لي مش دور، إنما يكون لي إسهام متواضع باللي أنا أعرفه في مجال أكاديمي، في مجال علمي، في مجال نقاش عام، أقدر أقدم بيه حاجة. لكن هو كمان تحليل للي أنت بتحس بيه بعيد عن الجزء النفسي، تحليل للوضع السياسي. مصر
بلد كبيرة، مصر بلد ما ينفع لهاش أصوات، أنا مش بقول إن مفيش أصوات في الخارج وطنية، ما أتمنى إن تكون الناس شايفة إن أنا كنت صوت من الأصوات دول الفترة، في أصوات وطنية في الخارج كتير، لكن مصر اللي يرغب في المشاركة في صناعة حاضرها ومستقبلها لازم يكون موجود جواها، لازم يكون موجود جواها ومعترف بالخطوط العريضة للمتوافق عليه في جامعتها الوطنية، في يمين وفي يسار وفي وسط وفي اختلافات كتيرة حوالين قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، لكن اللي بيجمعنا هو إطار ناظم، هو دستور 2014، شرعية الدستور، شرعية المؤسسات القائمة داخل الدولة، وشرعية الحوار والاختلاف وتعدد وتنوع الآراء للوصول لمستقبل أفضل. فده كان المقصود بفكرة ان الغربة دار صمت ابدي، وانت بعيد عن كل ده، عن المكان اللي بتحبه، وبعيد عن التواصل مع ناسها ومع اهلها، لا، اللي حواليك هو صمت بس.